السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شباب. محاضرتنا اليوم بنتكلم عن حل المعادلات التفاضلية العادية باستخدام الباور سيريز. خلينا نذكركم على السريع بالباور سيريز. الباور سيريز طبعا احنا اخذناها من الكالكولوس 2 وفصلنا فيهن كثير. الباور سيريز عبارة عن سيريز بالمجمل بنبنى من الان بتساوي صفر للما لا نهاية، عبارة عن ثوابت AN بالX ناقص X0 قوة N، والX0 خلينا نقول it belongs to some open interval. كأمثلة بسيطة مثلاً أخذناها بالكالكولوس 2 مثلاً على الباور سيريز، مثلاً إذا بتتذكروا مثلاً E to the X بنكتب المجموع من N يساوي صفر للما لا نهاية X قوة N على N factorial، الصين برضو إذا بتتذكروا الأسس بتكون فردية بناقص واحد قوة N، الكوساين برضو الأسس الزوجية لأنه اقتران زوجي بناقص واحد قوة N داخل السيريز. كل هنا دول باور سيريز اخذناهم بالكالكولوس، مش راح اوقف عندها كثير، بس اللي بدنا اياه انه نتعرف شلون بدنا نستخدمها الباور سيريز تنحل معادلات تفاضليه خطيه. طبعا من اي درجه صحيح بتقدر تحل، من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه، الثالثه، هاي الطريقه بتقدر تستخدمها لايجاد حل معادلات تفاضليه. بالمجمل احنا للسهوله راح نستخدمها كثير، هي تستخدم لحل معادلات تفاضليه من الدرجه الثانيه، لأنه في بالتطبيقات أشياء زي هيك كثير، في معادلات بتظهر بالتطبيقات مهم إنه نوجد حلها. بالطرق اللي تعلمناها ما بنقدر نوجد حلها، معظم اللي تشاطرنا عليهم إذا بتذكروا كان كلهن with constant coefficients أو كوشي أويلرز، ما فيش معنى هوامش كثير الصحيح نشتغل فيها كنا، فمرات بنلجأ للمعادلات اللي هم أو آسف نستخدم الباور سيريز تنحل معادلات تفاضلية. خلنا نبدأ بمثال توضيحي، نبدأ بالستيبس يكون ممل شوي وإحنا نحل فيه. المثال بسيط جدا بنعرفه، مثلا y prime this is a prime واحد يا شباب مش اثنتين زائد y يساوي صفر، بحطيت فيها initial condition صورة الصفر بيكون واحد، وبدي أعمل expansion يعني series تكون حول x يساوي صفر، يعني x node يساوي صفر، يعني هون زي هاي فعليا، يعني هاي صفر، فإذا كانت صفر راح أضل عندي x to that، يعني هيك شكلها. هذول اللي إحنا زمان سميناهن ماكلورين سيريز إذا بتتذكروا بالكالكولوس 2 أو شيء من القبيل. هاي المعادلة التفاضلية طبعا بسيطة جدا، أنتم بتقدروا تستخدموا الطرق الكلاسيكية اللي استخدمناها زمان، تجدوا انتجريتينج فاكتور أور واتيفر، كونها لينير من الدرجة الأولى تنستخدم حل المعادلات التفاضلية اللينير من الدرجة الأولى تنحلها. فإحنا بنقدر نحلهن، بس بدي تكون الأمور نتعلم على التكنيك لا أكثر ولا أقل، ومشان بالنهاية أقارن الحل بالحل اللي حصلته من مين من الباور سيريز. فبكل بساطة أنت بتفرض الحل y of x كخطوة أولى بيساوي، راح استبدل الآن بk من k يساوي صفر للمعنى هنا ak x ناقص x نوت قوة k، بس هو x نوت قال لك بدي إياها صفر هون، فبكل بساطة راح أقول k بيساوي صفر للمعنى هنا هاي ak x قوة k. طيب كل بساطة هذا الفرض الحل بدي أشتقه، لأنه هون بتقول أنت بدي مشتقته مرة مرتين. إذا بتتذكروا بنشتق تيرم باي تيرم، حد بحد، فمشتقته راح ينزل الكي هون، كي راح تنزل كي هون، راح نطرح منها واحد، فراح تصير مجموع من كي يساوي صفر للما لا نهايه اي كي اكس قوه كي ناقص واحد. بس اذا بنطلع الكي يساوي صفر هون، اذا حطينا الكي يساوي صفر هون يعني اول حد فرطناه، راح نحصل شوف انه صفر، فالسيريز لما تجمع لها صفر فهذا الحد ما بيعمل اي معنى، فبكل بساطه راح نبدا السيريز من واحد. فإذا بشتق المشتقة الأولى راح أبدأ من الواحد، بشتق المشتقة الثانية راح أبدأ من اثنين، الثالثة راح أبدأ من الثلاث، وهلما جرى. فالمشتقة الأولى راح تصير بالصيغة كي اللي هي من كي يساوي واحد لما لا نهاية كي اي كي اكس قوة كي ناقص واحد، وراح بعوضهم بالمعادلة بتاعتي بكل بساطة اللي هي هاي هي. فأنا بدي أجيب المشتقة الأولى زائد المشتقة زائد الحل آسف بيساوي صفر. نطلع هون الصحيح، هذا الكلام شارح لكم إياه هون، بس خلينا نطلع هون في عندي كي ناقص واحد وهون عندي كي، في فرق بالأسس بالمعادلة، وفي عندي فرق ثاني هون، فرق بالإنديسيز بنسميهم، أو اللي ما بعرف ترجمت لكم إياهم حرفيا فهرس المتسلسلة، ما بعرف هل هي ترجمة كويسة ولا لا، بنسميهم الإنديسيز أو الإندكس لكل واحد منهم. كي شباب هذولا بدي أحاول أضبطهم يعني أخليهم زي بعض، بدي احاول اضبطهم يعني بدي احاول يصيروا كلهم كي الاسس، وهون يبدوا من عدد معين راح نشوف شلون ممكن نحددهم.
كل بساطة أنا للحد الأول بقدر أرفعه لكي بكل بساطة إذا ببدل الكي هاي كي زائد واحد. إذا بدلتها بكي زائد واحد فهي راح تصير كي، وإذا بدلتها بكي زائد واحد راح تصير كي زائد واحد، وإذا بدلتها بكي زائد واحد راح تصير كي زائد واحد، وإذا بدلت الكي هاي زائد واحد وجبت الواحد هون راح ينطرح راح يصير صفر. كي شباب؟ فبدت ينتبهوا للأشياء، وهي أظن أشياء بجزء مهارات إحنا بنعرفها بس مش غلط إننا نوقف عندها. فبكل بساطة إن هاي العملية كاتبة هون بنبدل بنساوي. فبكل بساطة أول حد راح يبدأ من الصفر للملانهاية كي زائد واحد أي كي زائد واحد إكس قوة كي. إذا بدنا نساويها بسرعة يا شباب دائما هون بجمع واحد بتروح هاي بجمع واحد بجمع واحد هون بطرح واحد. فإذا العملية هاي بجوز أعطوك إياها زمان نجمع هون بنطرح هون أوكي. هذا غالبا مش راح أساوي فيه شيء. فبكل بساطة إذا بنزل تحت هذا كل الشرح على هالأساس راح يبدأ هذا من الصفر جمعنا واحد جمعنا واحد جمعنا واحد راح تصير كي. هاي طبعا مش راح أساوي عليها شيء. بطلع صاروا الإندسيز زي بعض والأسس زي بعض. هسه بطلع المجموع كله بصير مشترك لهم كلهم في اكس قوة كي عامل مشترك. شو اللي راح يصير معي؟ الخطوة اللي بعديها اني راح اطلع الاكس قوة كي عامل مشترك وراح احطهم مجموع واحد لانه صار كل شيء مشترك. طيب هسه هاي اكس قوة كي احنا بنعرف انه هذول على فكرة هم اورثوغونال من مش خلينا نقول اسك مش اورثوغونال خلينا نقول هم بلغة الجبر الخط لينيرلي اندبندنت. فبالتالي معاملاتهم راح يكونوا أصفار لأنه هاي بيساوي صفر هون. فالمعامل اللي هون هذا كله راح يساوي صفر. فبالتالي كي زائد واحد اي كي زائد واحد زائد اي كي كله بده يساوي أصفار. والكي طبعا بتبدأ من وين هون الصم عندي بيبدأ من الصفر. معناته الكي تاعاتي بيبدأ من الصفر واحد اثنين للمالانهاية. طيب شو اللي بالموضوع هون؟ اللي بالموضوع اني بدي أنقل الأقل اندكس هنا بدنا نقوله على الطرف ثاني والكي زائد واحد اللي هو بعده. فاذا نقلت له هون راح يصير سالب اي كي وبدي اقسم على ها. فبالتالي شو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الجديد لانه طلع هذا زائد واحد عن هذا فهو بعتبره جديد وهذا قديم. فراح يصير الاي كي زائد واحد يساوي ناقص اي كي على كي زائد والكي بيساوي صفر واحد اثنين الى اخره. شباب هاي اللي بتهمنا بكل الشغل تاعنا تاع الباور سيريز اللي هي بنسميها ذا ريكرنس ريليشن. Okay. اللي هي ريكرنس لأنه احنا بنجيب واحد من الثاني. انا ترجمتها هون ترجمة بجوز قد تكون متعاقبة او متتالية او شيء من هالقبيل. لأنه انت اذا بتجيب واحد بتجيب الثاني بعدين عليها بترجع تجيب الثالث وهنو مجرى. هاي الاشياء اظن مألوفة الكو بس خلينا نطبقها هون الصحيح. اللي بدي اساوي طبعا احنا الكي عندي 0 1 2 3 حسب الحل اللي طلع معي. اللي رح اسوي اني رح اعوض اكم كي بحيث أن أطلع كم حد وأشوف. إذا صرت أشوف أنه هاي الـ AKs صار أن يأخذ شكل محدد ثابت راح أشوف أوجد حل عام. إذا ما زبطت معي راح أعوض كم حد هذول وأترككم زي ما هم. فمثلاً شباب هون مثلاً اللي راح أساوي راح أخذ K من هون كثرت والله من K 0 1 2 ما فيش داعي مرات 5 أظن مساوي لحد 5 which is good أظن. نطلع اذا الكي يساوي صفر نيجي لهم. اذا الكي يساوي صفر راح يطلع عندي الاي واحد بيساوي ناقص اي صفر على واحد. هذا اللي راح يطلع معي الاي واحد راح يطلع ناقص الاي صفر. اذا اخذنا الكي واحد راح اجي لهون. اذا الكي واحد هاي راح تطلع اي اثنين هاي اي واحد على اثنين راح تطلع ناقص اي واحد على اثنين بس الاي واحد انت طلعته هون ناقص اي صفر فهي راح تصير اي صفر على اثنين. اوكي شباب لهالسبب احنا بنسميهن ريكيرنس ريليشن لانه ريكيرسيفلي بتقدر انت تجيب مين الجديد من القديم. نيجي على الكي 2 نفس الطريقه بدي احط هون 2 بيطلع عندي 2 و1 3 هون بدي احط 2 هون بدي احط 2 بيطلع عندي 3 في ناقص اي 2 على 3 هي ناقص اي 2 على 3 بس الاي 2 طالع معي هون هيها اي 0 على 2 بدي احطها ناقص اي 0 بدها تصير طبعا ناقص ساي وراح يجيني اي 0 على 2 راح تنزل 2 تحت راح تصير زي هيك. هلما جرى إذا بتشوف بعدين راح يصير 4 3 ب 2 مرة موجب مرة سالب. Okay, which is good. فعلياً بكل بساطة شو اللي صاير معي؟ لأنه هاي بسيطة جداً المسألة راح نشوف إنه الـ AK بتساوي ناقص 1 قوة K A 0 على الـ K factorial لأنه هذا مضروب مين؟ مضروب طلعوا إذا هاي 5 الـ A 5
هاي 5-4-3-2 مضروب الخمسة، 4-4-3-2 مضروب الأربعة، 3-2 بواحد. طبعا هون في واحد لأنه مضروب الواحد واحد، فإحنا ما بنكلهمه، فهاي راح تكون بالصيغة هاي. والكي طبعا من صفر لما لا نهاية. برجع بعوض بالفرض تاعي، فرضي كان إيش؟ إنه الحل عبارة عن مجموع من كي بساوي صفر لما لا نهاية AK X قوة كي. الـ AK اللي طلعوا معي بالصيغة العامة هاي هم بحطهم. بطلع الـ A صفر عامل مشترك، لأنه ما لهاش علاقة هاي بأي شيء، الصحيح ما لها علاقة بالكي بتطلع برا السيريز. بضل عندي الناقص، أو دخلنا ناقص X قوة كي على كي فاكتوريال. بس هاي يا شباب إذا برجع شوي لورا اللي حطيت لكم إياهن هون، طلعوا عليها E قوة X، X قوة N على N فاكتوريال. إذا حطينا ناقص X هون رح تصير ناقص X قوة N أو K بغض النظر شو هي، فهي عبارة عن الإي الفعلية لا أكثر ولا أقل، بس فيها إشارة سالب. فهي عبارة الحل معناته راح يصير عبارة عن إيش؟ إيه صفر برا، هاي راح تكون الإي قوة ناقص إكس. وراح تروحوا تشوفوا إذا بدكم تحلوا المعادلة هاي بكل بساطة، راح تشوفوا إنه فعلا بالطرق اللي تعلمناها راح يطلع حلها ثابت. إذا بتتذكروا ثابت التكامل بالإي قوة ناقص إكس، وثابت التكامل عندي هو عبارة عن الإي صفر الصحيح. إذا استخدمنا الشرط الابتدائي طبعا تقدر تستخدموه هون، تقدر تستخدموه هون، بس بدي تتنبهوا هاي إذا بدكم تفرطوها أول حد بده يضل عندك، راح يطلع الإي صفر يساوي واحد. طبعا أنا حاط لكم إياه هون هسه بوضحها. فمثل ما قلت لكم، لأنه مش دائما الصحيح بتقدر تحصل هذا الصحيح، لأنه مش دائما بتقدر تحصل مين صيغة عامة للإي كي، فأنت مرات اضطرت تفرط المسألة. طبعا الإي صفر راح يطلع واحد، وهذا اللي بعلق عليه هون. من الفرض عندنا كذا كذا، راح أفرط لكم إياها شو معناها إيه صفر إكس قوة صفر اللي هي إيه صفر، يعني عند الكي بيساوي صفر، عند الكي واحد راح تطلع إيه واحد إكس قوة واحد، عند الكي اثنين إيه اثنين إكس تربيع، وهلما جرى للمالانحي أسفة قوة أوبس this is four. كي شباب and so on. كي فابنا انت بهالأشياء هاي. طبعا بكل بساطة لو بدي أعوضهم بالطريقة اللي أنا طلعتها راح يكونوا بالطريقة هاي. هاي معدل الحمد لله أنا أربعة، فبدي تشوفوهن طلعوا الـ A صفر راح تصير بالصيغة هاي. إذا بدنا نوجد مثلا الـ A صفر عوضوا، طلعوا إذا هاي صفر 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 كلهم بتين نروح بيضل عندك الـ A صفر بصورة الحل عند الصفر. صورة الحل عند الصفر أعطاني إنه بدي إياها قديش، بدي إياها واحد إذا بتذكر كويس. تحملوني ارجع بس بالضبط اعطاني اياها واحد، فرح تطلع الاي صفر يساوي واحد. اوكي شباب، فانا بدي تتعودوا انه مرات ما بقدر اطلع الحد العام هذا اللي هو الاي كي، بضطر اكتب اول كم حد مثلا حسب شو الاي زي عدد الحدود اللي انت طلعتهم، او شو بنطلب منك بالمساله. بجوز يقول لك اوجد ذا فيرست فور تيرم مثلا، اوجد اول اربع حدود او ما الى ذلك. اوكي شباب، فبدي تنتبهوا للاشياء هاي. طبعا هون هني معلق كل اشياء، فبالتالي بدي اعوض الصفر طبعا، لانه واي على الصفر بيساوي واحد بيساوي كذا كذا كلهم اصفار، راح تطلع الاي صفر، فالاي صفر راح تطلع واحد. اوكي طبعا هون حاط لكم ملاحظه بسيطه انه انتم بتقدروا تحلوها بالطرق الكلاسيكيه اللي طبعا بديت علقت عليه اسف قبل ما نبدا بحل المعادله. نفس الشيء المساله هاي بده فايند ذا باور سيريز سوليوشن اوف المساله هاي، والاكس صفر بده يساوي صفر، يعني راح افرض الحل واي في اكس من كي بيساوي صفر لما اي كي اكس هو كي المشتقه مثل ما قلت لكم بدل واحد، راح تنزل الكي هون راح يصير عندي ناقص واحد اشتقاق عادي. بعوض هاي المساله، بحوض الواي برايم، هاي الواي برايم بنزلها، بعدين بضرب الاكس تربيع بالواي، هذا الواي بضرب فيه اكس تربيع، كله يساوي طبعا يساوي صفر على الطرف الثاني. هاي هيك كاتب لكم اياها طبعا هون، انا كاتب الكون التعويض لا اكثر ولا اقل، يعني مش الامور شلون بدها تصير كخطوه لا اكثر ولا اقل، او الخطوه الثانيه. طبعا من هون راح احصل خلوها يساوي صفر احسن، من هون راح يساوي هذا الشيء راح يصير معي. طبعا شو اللي سويته هون، لما دخلت الاكس تربيع راح يصير هون الأسس تجمع راح تصير زائد 2، فراح تشوفوا X زائد 2 AK، وهاي ظلت مثل ما هي.
هنا في فرق بالأسس. طبعا يا شباب هنا شو لازم أجمع؟ لازم أجمع واحد، هون لازم أطرح اثنين مشان أوصل الكي زي ما أنتم شايفين تحت. بس إذا طرحت اثنين من هون رح أطرح اثنين من هون، رح تصير AK ناقص اثنين، وهذا ببدأ من الصفر. طرحت اثنين رح أجمع اثنين، فهذا رح يبدأ من وين؟ من اثنين هون. بدي أجمع واحد هون، بدي أجمع واحد هون، بدي أجمع واحد هون، هون بعد بساوي العملية العكسية هون، رح أطرح واحد رح أبدأ من الصفر، رح تصير معي زي هيك. أوكي، هسا شو اللي صار عندي؟ مش زي المسألة الأولى، الإنديسيز اختلفين، هون ببدأ من اثنين وهون ببدأ من الصفر. بتطلع مين اللي بيبدأ من الأقل؟ طبعاً اللي هو هذا، هذا بيبدأ من الصفر، هذا بيبدأ من اثنين، لأنه بتعرفوا عندي صفر بعدين واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث لما لا نهاية. هون لا، بادي من اثنين ثلاث لما لا نهاية، فعندي هون حدين زيادة اللي هني كي يساوي صفر وكي يساوي واحد. بفرطهن، شو يعني بساوي بفرطهن؟ بروح بعوض كي بيساوي صفر، إذا عوضنا كي يساوي صفر هاي راح تطلع صفر، هاي راح تطلع صفر، راح يطلع عندي واحد بأي واحد، والإكس قوة صفر اللي هو واحد، فهي راح تطلع أي واحد. بعدين بعوض اثنين، هاي راح تصير قديش؟ بعوض اثنين آسف، فهي راح تطلع ثلاث، في عندي خطأ هنا بالبداية راح يطلع عليه خطأ بالحل كله للأسف، هاي راح تصير ثلاث. لا 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 كلامي صحيح، آسف، مش اثنين بدي عوض، بدي عوض الثلاث، بدي عوض الواحد، آسف، واحد واحد اثنين، وهون راح عوض واحد واحد اثنين، فهي راح تطلع اثنين أي اثنين. بالإكس قوة واحد لأنه في عندي الكي بتساوي واحد. أوكي شباب، فرح أفرط أول حدين، بعدين رح أصير أبدأ من اثنين وطالع، رح أنزلها نفسها بس رح أبدأ من اثنين، وهاي بادي من اثنين خلاص خلصنا فعليا، ونزلها مثل ما هي، هاي ما عنديش مشكلة فيها. هذول صاروا زي بعض، إكس قوة كي، إكس قوة كي، هذول زي بعض، وهذول برضو صارين زي بعض. رح أنزل الأشياء كلها زي ما هي هون، في شيء جديد هون عندي راح احطهم اكس قوى كي راح اطلع حامل مشترك، واللي راح اضلوا راح احطهم مجموع واحد، بس ديروا بالكم مجموع بيبدا من اثنين، كي زائد واحد اي كي زائد واحد، هون اي كي ناقص اثنين والاكس قوى كي. من هون شو بستفيد؟ راح استفيد هون الاي واحد اللي هو معامل الحد المطلق على اليمين برضو يساوي صفر، فالاي واحد صفر، واثنين اي اثنين برضو بتساوي هون صفر، فبالتالي راح يكون الاي واحد صفر والاي اثنين صفر. طيب عندي هاي، هاي شو راح تعطيني؟ كي زائد واحد اي كي زائد واحد زائد اي كي ناقص اثنين يساوي صفر، وهاي اللي هي ريكرنس ريليشن، بنقول هذا اللي هو اللي خلينا نقول التعداد الاقل على اليمين وبقسم على معامل التعداد الاكثر، فهي راح تصير ناقص اي كي ناقص اثنين على كي زائد واحد. بس ديروا بالكم كي تاعتي بتبدا من وين هون؟ من الاثنين. اوكي شباب، الكي بتبدا من اثنين. فبخلينا نبدأ ننتبه 2 3 إلى ما لا نهاية، نأخذ 2 3 4 هون اللي أوجدت حدود كثير صحيح مشان نطلع شلون المسألة بدها تمشي. فإذا عندي لك 2 عوضنا 2 راح يصير 3، عوضنا 2 راح يصير 0 على K زائد 1، بس A 0 عندي هذا راح يظل مثل ما هو لأنه طلع عندي هنا A 1 و A 2 أصفار، فاللي راح يصير عندي أنه راح يطلع ناقص A 0 على 3. بعدين عندي الثلاث والأربعة، إذا بتشوفوا بالتعويض ارجعوا عوضوا، راح تشوفوا إنهم أصفار. عندي الخمسة راح يرجع يعتمد على مين؟ الـ A3 اللي هو بيعتمد على A0 فراح يطلع قيمة. وهل هم جرى يا شباب؟ راح يظل عندي بتشوفوهن أنتم بتستعرضوهن بنفس الطريقة لا أكثر ولا أقل، هاي شكلهم. صح ما طلع عندي صيغة عامة، فبالتالي راح أكتب الحل بالصيغة هاي، يعني مش بصيغة مجموع واحد لأنه ما في عندي حد عام. الحل فرضي كان عبارة عن A0 عن A0 زائد A1X زائد A2X تربيع زائد A3X تكعيب زائد A4X قوة 4 لا الما لا نهائي. طبعا هون كوني يا شباب أوجدت أكثر من حد لحد الـ A12 أوجدت، بدي أكتبهن، في منهن كثير كانن أصفار، فعند الـ A0 ظل اللي فيه 3 لأنه الـ A3 مضروب بالـ X تكعيب، هيو ظل، وين الـ A3 طالع معي؟ هيو بيعتمد عليها، والـ A6 بيعتمد عليها مثلا، راح ظل عندي اكس قوة 6 معامل مثلا اكس قوة 9 اللي هني يعني 3 كي، هذول الاسس راح ظل اكس قوة 12. بس اللي تحت الصحيح مزعجات لانه بعدين راح يجيني 15 تحت، غالبا ما بقدر اكتبهم بصيغة معينة، راح اكتبهم بالطريقة هذه. اذا اعطيت شرط ابتدائي بس بتعوضه، هذول راح يكونين مثلا عند الصفر، راح يكونين غالبا شرط الابتدائي راح تعطاه عند الصفر مشان هذول الحدود يروحن، تقدر توجد الاي صفر اللي هو بالنسبة لنا
بالتكامل. هون بكون أوجدنا حد، حدين، ثلاث، أربعة، خمسة، مثلا أول خمس حدود من الباور سيريز ريبريزنتيشن للحل. أوكي شباب، الله يعطيكم العافية. بالنسبة للفايل هاب راح أدمج لكم محاضرتين مع بعض إن شاء الله، وخلينا نروح للفايل الثاني. الفايل الثاني استعراض بعض الأمثلة برضه. خلينا نشوف شو اللي بده يصير معانا. طيب الفايل الثاني بكل بساطة راح استعرض فيه برضه بعض الأمثلة. خلينا نشوف نفس الشيء، في شيء صحيح بدي أغيره، بدي مفهوم تألفوه، مش راح نخوض أكثر لأنه الوقت شوي ما بسمحناش بالأمور كثير. كمثال بدي أستخدم Power Series Representation to solve. هون كاتب لكم if possible يا شباب، فبدي ننتبهوا إنه ممكن نقدر ممكن ما نقدرش للمسألة هاي. هون بدي أوضح منها شيء الصحيح المسألة اللي هي X Y prime زائد Y، بدي إياها عند X صفر يساوي صفر. إذا بنلاحظ يا شباب ملاحظة بسيطة وعلى السريع، إنه X صفر عبارة عن صفر مين؟ صفر الاقتران هاب، تمام؟ وهو معامل أعلى اشتقاق. هون الصحيح ممكن يكون في عندي مشاكل. الواي على الواحد يساوي ثلاث، هذا الانيشال كونديشن. إذا بستخدم نفس الطريقة يا شباب، بفرض كذا وكذا على الحل، يعني واي اوف اكس شو هو والواي برايم اوف اكس شو هو، بعوضهن بجمع الحدود مع بعض، هذول كلهن اكس قوة كي، هون عندي حد زيادة بدي افرطه اللي هو عندي الكي يساوي صفر، بعدين كلهن بيبدين من الواحد، ما فيش مشكلة زي ما تكلمنا قبل شوي. الاي صفر راح يطلع يساوي صفر طبعا، وهذول كلهم راح يطلع عن صفر، بس هاي جوا اذا بجمعها راح يكون كي زائد واحد اي كي اكس قوة كي بيساوي صفر. مثل ما قلت لكم الاي صفر بيطلع صفر، وهذا اللي جوا راح يطلع يساوي صفر لانه كل الاشياء على اليمين صفر، من الكي يساوي واحد، اثنين، ثلاث للملانهاي، بقسم على هاي راح حصل اي كيز كلهن اصفار. طيب اذا الاي كيز كلهن اصفار، وهذا فرض الحل، اذا كل هذول اصفار معناته الحل راح يطلع الحل الصفري. الحل الصفري بحل المعادلة هاي، يعني إذا بحط واي يساوي صفر بحلها، ومش تخطي صفر صفر بحلها، فهذا صفر زائد صفر يساوي صفر صحيح، بس هذا ما بحقق الكونديشن هاد. طلع الكونديشن شو بقول لي، بدي صورة الواحد يساوي ثلاث، فما بحل المعادلة كاملة، فبدنا نكون حذرين، معناته في خلل معين. فالمسألة هاي راح أوقف، وهذا اللي معلق لكم إياه، إنه الواي ايدنتيكالي بيساوي صفر بحل المعادلة بس ما بحقق الباوندري كونديشن، أو الأسف الانيشال كونديشن. فبيكون عندي الصحيح مشكلة هون، والمشكلة الصحيح هون بتتأتى من وين، أو بتأتي من وين، أو بتيجي من وين بلغتنا العامية، بتيجي إنه فعلاً اللي طلب مني أعمل expansion عند الإكس صفر يساوي صفر، وصل العدد هذا اللي هون كان صفر لهاي هون، فهاي فيها مشاكل مثل ما قلت لكم مش راح نخوض فيها كثير، لأن العلاقة حتى بالكونفيرجنس متى السيريز كونفيرج ولا لا، يعني السوليوشن متى بحصله أو لا، لأنه بكل بساطة بتطلعوا y of x لما نحل بالطريقة التقليدية راح يطلع 3 على x للمسألة، بس مثلا من هون بقدر أطلع أنه c يساوي 3 وبطلع الحل هو 3 على x والحل موجود، بس عنده مشكلة عند الصفر برضه هاي مشكلة existence و uniqueness زي ما كنا نتكلم زمان، فبنا نكون حذرين بالموضوع لأنه مثلا الحل قد يكون مش موجود على الفترة هذيك، راح يكون موجود على الفترة مثلا من صفر للمالانية حسب الاكزيستنس واليونيكنس اللي اخذنا. على كل حال بديت انتبهوا انه هذا مش دائما الكلام صحيح، بس ملاحظه لا اكثر ولا اقل. المساله فوق ما راح نستفيد منها شيء الصحيح لهالسبب، راح اعدل لكم المساله نفسها، بس راح اخذ الاكس صفر قديش واحد، وهاي مهاره جديده برضو فيما لو ما طلب على الصفر شو ما نساوي. خلينا نشوف نفس المساله بس بدي اعملها باور سيريز عند الواحد، فراح افرض الواي اوف اكس راح يكون عباره عن اي كي اكس ناقص واحد قوه كي من الصفر، مشتقته راح أبدأ من الواحد نفسه، بنزل الواي الكي وبطرح من الأس واحد، اشتقاق عادي حد بحد، بعوض، إذا بعوضت عندي الإكس مضروبة مين بالمشتقة اللي هي هاي زائد اللي هو الحل يساوي صفر. طيب شباب في ما راح أدخل الإكس مباشرة، لأنه إذا دخلت الإكس مباشرة ما راح تمشي محاي إني أجمع الأسس، فبدي أتحايل عليها. شو اللي عندي أنا هون؟ عندي إكس ناقص واحد، فشو بساوي؟ بجمع واحد هون وبطرح واحد، تمام؟ فراح تصير جمع وطرح، هذا اللي صار عندي هون، ما سويت شيء بس جمعت وطرحت، فراح تصير x ناقص 1 زائد 1، وبوزع الحد هذا على السيريز والحد هذا على السيريز، هذا ما لي شغل فيه هسه، راح اظل انسخ ونسخ معي بالمساله
لما أوزع شو اللي راح يصير عندي؟ طلع عندي يا شباب هون عندي كي ناقص واحد، لما أوزع الواحد راح تنزل مثل ما هي، واحد مضروب فيها راح تنزل مثل ما هي. طيب لما أضرب بالإكس ناقص واحد القوس صار كامل هون ودخله، فهو راح يجيني الإكس ناقص واحد هون وهون إكس ناقص واحد قوة كي ناقص واحد، بجمع الأسس شو راح تصير؟ إكس ناقص واحد قوة كي. عرفت ليش هذول الحدين مثل إنجن؟ وهذا الثالث نزل مثل ما هو، ما في شيء جديد بالنسبة لي. أوكي شباب، فبدي تنتبهوا لهالعملية لأنه هاي الفكرة ممكن برضو تكون واردة معانا إنه ممكن ينطلب معي شيء من هالقبيل. أوكي شباب، هسا برجع لعملية توحيد الأسس وتوحيد الإنديسيز. هذا عندي كي وهذا عندي كي، ما فيش مشاكل فيهن، بس صار عندي كي ناقص واحد معناته هو اللي راح أجمع واحد. إذا جمعت واحد راح تصير كي، هو راح أجمع واحد كي زائد واحد، راح أجمع واحد كي زائد واحد، هون راح أطرح واحد، الواحد راح أطرح من واحد راح أصير صفر. بطلع الأسس صارين كي كي كي، خلصنا من الأسس. نيجي تحت عندي صفر واحد صفر، أعلى واحد فيهن الواحد بدي أتركه، اللي بدي أفرط من هنا لازم أعوض الصفر هون وأعوض الصفر هون. إذا عوضنا الصفر هون راح حصل واحد هون واحد، وهون طبعا إيش قوة صفر راح يكون واحد، فراح حصل A صفر أو آسف A واحد، وهون إذا فرضنا راح حصل A صفر، فرضنا عند الصفر يعني عوضنا الصفر راح حصل A صفر فقط، راح حصل A صفر زائد A واحد، هاي واحد جاي من هون واحد من هون زائد، خلاص صارين كلهم بيبدين من الواحد. صارن كلهم بيبدين من الواحد، بعدين بفضيهن جوا كلهم مثل ما هن، وبطلع الاكس قوة كي ناقص واحد. ديروا بالكم هاي طبعا لانه اي كي اي كي بقدر اطلعها عامل مشترك برضو، فبرضه يصير عندي كي وهنا معاملها واحد زائد واحد لها سبب، صارت تي بالاكس ناقص واحد قوة كي بيساوي صفر. هون شو راح حصل؟ انه الاي واحد زائد الاي صفر بيساوي صفر، فبالتالي الاي واحد بيساوي ناقص اي صفر، وهون راح حصل انه هذول راح يروحن مع بعض لأنهم بيساوون صفر، فرح حصل AK زائد واحد بيساوي ناقص AK. الـ A صفر هذا رح يضل ثابت تكامل أو arbitrary constant، تمام؟ إذ أن arbitrary constant، ناسي ما أكتبها الظاهر. طلع التوقيع مش كتابة. Okay. This is an arbitrary constant يعني عدد عادي. فبنا ننتبه لها شيء. A واحد ناقص A صفر. A اثنين عند الـ K بيساوي واحد رح حصل A2 يا شباب، أول حد رح يساوي ناقص A1، بس الـ A1 ناقص A0 رح يعطيني، دير بالكم ناقص ناقص رح يصير موجب، وهلو مجرة مرة سالب مرة موجب، يعني بشكل عام بقدر أقول AK ناقص واحد قوة K بالA0. كي شباب باجي الفرض للحل هيو، تمام؟ أو بكل بساطة إذا بدك تدخلوا السالب أو طلعوا الـ A0 برا، طبعا عوضت شو الـ AKs، هذا فرض الحل طبعا يا شباب، ظلوا مذكرينه، هذا فرض الحل. الاي كي طلعت عندي ناقص واحد بشكل عام قوة كي بالاي صفر، بعوضها طبعا يا شباب عندي صورة الصفر صورة الواحد، آسف صورة الواحد، يعني لما عوض هون واحد راح يطلع عن كلين أصفار، بس أول حد عندي الصفر راح ظل عندي اللي هو عبارة عن الاي صفر فقط، فهي راح تطلع ثلاث، راح يطلع ثلاثة بالناقص واحد قوة كي اكس ناقص واحد قوة كي. ديروا بالكم الحد عند الكي يساوي صفر، هذا بعطيني ايش؟ واحد، فرح ظل عندك اي صفر، بعدين كلهن لما بتعوض فيهن الواحد راح يطلع عن اصفر، تمام شباب؟ وهاي على فكرة اللي هي جيومتريك سيريز، وهاي اذا بدنا اياها راح تطلع ثلاثة على ثلاثة على اكس. ديروا بالكم بجوز كاتب لكم اياها هون، هاي جيومتريك سيريز لا اكثر ولا اقل، وهاي كونفيرجز فقط على فتره التقارب هاي، وهذا بقول لكم احنا مش راح نتكلم عنه اللي هي فتره التقارب والريدس والكونفيرجنس والاشياء، مع انه عندنا نظريه حلوه بالمعادلات التفاضليه وبسيطه جدا، منها بقدر اطلع الريدس اوف كونفيرجنس والانترفال اوف كونفيرجنس لمعادله التفاضل. خلينا ناخذ مثال بجوز اصعب شوي. كي فكرة جديدة هي، لو كان عندي y prime نفس الشيء من الدرجة الأولى، y prime زائد x y بيساوي e to the x، صورة الصفر في اثنين، بدو expansion عند الصفر، x صفر يساوي صفر، طبعاً بما إنه مو صفر لهاي، هاي ما لهاش أصفار، فأنت بتقدر تعمل expansion الصحيح عند أي عدد،
يعني ممكن تختار X0 يساوي أي عدد. أهم شيء تبعد عن أصفار مين؟ أصفار مين أعلى اشتقاق عندك. طيب يا شباب، فرح أمشي بسرعة شوي هسه، بصورة كلاسيكية عندي الحال راح أفرضه بالطريقة هاي. المشتقة ببدأ من K يساوي واحد وبنزل نفس الشيء بعوض، بس الشيء الجديد اللي بديت انتبهوا له الاي تو ذا اكس، هاي هون هاي مش كلهن اصفار على الطرف الثاني، هذول عندي ايش اي تو ذا اكس، بس اي تو ذا اكس احنا بنعرف الباور سيريز بتاعتها زي ما حطيت لكم بالملف الاول راح تكون من صفر للملانه اكس قوه كي على كي فاكتور. تمام، بجيب هاي هون راح تصير بالصيغه هاي، بتطلع كلهن بيبدن من الصفر، الاسس كي كي زائد واحد كي، معناته هاي لازم يصير كي، معناته بدي اطرح واحد هون، بدي اطرح واحد هون، بيجمع واحد هون، راح اصير بالصوره هاي. اوكي شباب، بعدين مدرسكم غلطان هون بشغله الصحيح، بدي اخلي هذولا ايش يبدو من الواحد، راح اعوض الصفر، طبعا صفر راح يعطيني الاي واحد، اكس قوه صفر راح يعطيني الاي واحد، هون عندي الصفر اذا بدي اعوضه طبعا راح يعطيني واحد، بس هاي ناقص، فبالتالي هاي ناقص بعد اذنكم مش زائد. هذا الغلط البسيط، اذا بتراكم عليه اشياء راح نعدله ان شاء الله. وهاي بعدين راح يبدين كلهن من الواحد، راح اضل عندي كي زائد واحد اي كي زائد واحد، بعدين زائد الاي كي ناقص واحد، بعدين ناقص واحد على كي فاكتوريال اكس قوه كي بيساوي صفر. من هون راح احصل انه هاي يساوي واحد لانه يناقص، بس نقولها راح تصير زائد واحد، وهذول بيساوون صفر، اذا هذول ساوون صفر راح تصير هيك. بنقول الأقل لهون وبقسم على كي زائد واحد، رح حصل اللي هو الواحد على كي فاكتوريال ناقصا اي كي ناقص واحد، تمام، مقسوما على كي زائد واحد. إذا بوحد مقامات طبعا أو شكل نخربط شوي، بعد لكم الملف وبنزله إن شاء الله، هاي لازم تتعدل، في شوي تخربط عندي، هاي ناقص اي كي ناقص واحد لازم تصير، بس نقولها بعدين لازم يجيني هون كي فاكتوريال، صح هاي واحد ناقص كي فاكتوريال. كي راح اتبع معاكم يا شباب على المساله، راح اعدل لكم ملف وانزل لكم اياه ان شاء الله. فهاي راح تصير توحيد المقامات هون مش ما يجيبني الصحيح، فالاي واحد بتساوي واحد، بعدين بدنا نقول هاي بتصير سالب واحد على كي فاكتوريال ناقص اي كي ناقص واحد، بتصير كي فاكتوريال هون هاي واحد طبعا، وراح يجيني مضروب الكي الكل على كي فاكتوريال مضروب الكي زائد واحد بعد ما تجيني هون. والكيز عندي طبعا الاي كي زائد واحد بجوز طلعت اشارتي السالب، بس راح اعدل الاشياء ان شاء الله وانزل لكم اياها، بتعودوا تتبعوها معي، راح اتبع لكم اياها هون لا اكثر ولا اقل، وتشوفوا بس البروسيجر او طريقه الحل شلون ممكن تكون. طلعنا السالب راح يصير معي هالكلام، قلت لكم التعديلات راح انزلها كي 1 2 3، مش مشكله لو مشيتوا على الخطا هذا، بس المهم تفهموا الاشياء شلون جاي. فالكي يساوي 1 2 3، بعدين بده يجيني اي 2 مثلا، اذا اخذنا الكي 1 بعوض 1 بتطلع اي 2، بعوض هاي راح تطلع اي 0 ناقص مضروب ال1، راح نشوف فين هذول على 2 فاكتوري، راح اعدل لكم اياها ان شاء الله، 1 على 2 فاكتوري راح تطلع بالصيغه هاي، بغض النظر راح اشوف فين. بعدين الكي بيساوي 2 راح يطلع الاي 3، بتعوضوهن راح تطلع مثلا صيغه معينه، بعدين كي يساوي 3، مزعج شوي الصحيح لانه يعني في حد ثابت وحد بيعتمد على الحد القبليه، فبدنا نجيبهن ونعوضهن كل واحد بالثاني، راح تطلع بالصيغه هاي شوي، شايفين في حد ثابت لازم يضل معك، وحد بيعتمد على مين؟ الاي صفر. هاي شباب زي لما اخذنا بالمعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه، زي اذا بتتذكروا لما اخذنا الانديتيرمنت كوفيشنتس اور ايفن ذا فاريشن اوف بارامترز، او لما اخذنا اللابلاس ترانسفورميشن، كان كثير يظهر عندي زي شيء اسمه بارتيكولار سوليوشنز كنا نقول، او كومبلمنتري سوليوشن. اذا بتذكر الكومبلمنتري سوليوشن كان يعتمد على ثابت التكامل اللي هو كنا نسميه سي 1 او سي 1 وسي 2 زمان، اذا كانت معادله من الدرجه الثانيه. ونفس الشيء هون عندي من المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى بظهر عندي ثابت تكامل اللي هو الاي صفر فعليا عندي هون،
وإشي ما له علاقة بالثوابت راح يكون رقم عادي اللي هو زي اللي هو البارتيكولار سوليوشن. فبالتالي لازم يظهر عندي شيء هون، لأن المعادلة إذا بتذكر خذتها هون نون هوموجينيوس، يعني الطرف الثاني بساويش صفر. أوكي يا شباب، ننزل تحت شوي. هذول الثوابت شو اللي بتساوي انت هسه؟ بتعوضهن لا أكثر ولا أقل. اللي فيهن أرقام حطهن على جنب، واللي فيهن ثابت اطلعوا برا. امشوا على الخطأ هذا، ما في مشكلة فيه يا شباب عادي، بس مشان تفهم شلون بدي أعوضه. مثل ما قلت لكم بحاول أعدل كل صفحتين هذول إن شاء الله، بنزل لكم إياهن من جديد لأنه صح صار بتهن شغل. اللي رح يصير معي بالطريقة هاي، هسا بدي الثابت، بدي أوجد صورة الصفر. صورة الصفر طبعا هون رح أصفر هذا كله، وهون رح أصفر طبعا لأنه إكس فيهن كلهن، وهون الإكسات رح أصفرن، رح أضل عندي الـ A0 بتساوي 2. فالـ A بتيجي بتعوض بدل الـ A0 2 وبتحطها. آمل إنكم فاهمين الطريقة، ما فيها شيء مميز كثير عن الأمثلة القديمة، بس إنه أنت هون بس بدك تستخدم مين؟ تايلور سيريز لمين؟ للـ E قوة X اللي كتبت لكم إياها بالبداية. بتصير زي هيك، بتجيبها على الطرف الثاني وبتوجد الريكرنس ريليشن عادي، ما فيش مشكلة. بس بتتأكد لي أبدا عيد لكم هاي مثل ما قلت لكم والتفاصيل كاملة، وبنشوف شلون الحل بيطلع. المهم بدي تتذكروا الخطوط الأساسية، شو بفرض الحل. أهم شيء عندي أوجد الريكرنس ريليشن، إذا أوجدت الريكرنس ريليشن إذا قدرت أوجد منها صيغة عامة للأي كيز بيكون إشي كويس، ما قدرتش بحاول أوجد لأكم حد وأعوضهم بالسيريز أو الفرض بتاعي. أوكي يا شباب، هذا أهم شيء بالنسبة لنا. طيب آخر مثال بدي أستعرض الصحيح، إني أستخدم الباور سيريز لحل معادلة بس من الدرجة الثانية، لأنه الصحيح اللي من الدرجة الأولى اللينير إحنا بنعرف نحلهن، وفي طريقة إننا نعرف نحلهن، بس حبيت أحط لكم إياهن لأنهن أبسط بالتعامل بالسيريز مشان نفهم الموضوع. بعدين بنروح لمثال من الدرجة الثانية. فمثلا هاي أظن ما تعلمنا ولا طريقة إننا نعرف نحل معادلة زيها، طلعوا على الإكس المضروبة بالواي، إحنا أخذناهن كلهن with constant coefficients أو كوشي أويلرز. فهاي مثلا ومعطيني two initial conditions وبدو الإكسبانشن about x صفر يساوي صفر. شو اللي بدي أساوي؟ نفس المنطق، بقول الواي في x بيساوي k يساوي صفر لما لأنها a k x قوة k. بشتق المرة الأولى راح أصير الاشتقاق من واحد، بنزل ال k a k x قوة k ناقص واحد. بشتق مرة ثانية بدي أشتق المشتقة الأولى مرة واحدة، فراح يجيني هون k ناقص واحد، بدي أطرح هون واحد راح أصير x قوة k ناقص اثنين. وراح أبدأ من وين؟ لنفس المنطق يا شباب، مش راح أبدأ من واحد، راح أبدأ من اثنين. كي شباب راح تصير بالصيغة هاي، فانتبهوا لي. بروح بعوضهم طبعا، هاي المشتقة الثانية بحطها، المشتقة الأولى بحطها، والحل بحطه بضربه بإكس. اللي راح يصير معي هاي، هاي المشتقة الأولى، هاي المشتقة الثانية، وهذا راح يكون عندي إيش اللي هو الحل مضروب بالإكس. بدخل الإكس زي ما قلنا زمان. كي شباب، طبعا لما ندخلها يا شباب راح تصير هون قديش كي زائد واحد، صح؟ بدي اطرح واحد مشان الاسس كلها تكون كي، راح تصير اكس قوة كي. بس اذا طرحت واحد هون راح اطرح واحد هون وراح اجمع واحد هون، تمام؟ هاي بدي اجمع واحد، بدي اجمع واحد، بدي اجمع واحد هون، راح تصير كي زائد واحد، كي زائد واحد اكس قوة كي. بدي اجمع واحد هون، بدي اطرح واحد هون، راح ابدا من الصفر. بدي اجمع اثنين هون، راح تصير اثنين K 2، بدي أجمع 2 للناقص 1 راح أصفن 1، بدي أجمع 2 للK راح تصير 2، بدي أطرح 2 هون راح أبدأ من الصفر. طلع كل الأسس صارين K، عندي ظل هاي 1 على شيء بتركها، وعندي هذول، هذول لازم يبدي من 1، لازم يبدي من 1 معناته لازم أعوض الصفر بكل حد منهم. إذا عوضت K 0 راح تعطيني 2، 1 0 زائد 1 1، إذا هي صفر A2 راح تعطيني X قوة صفر واحد، راح تعطيني 2 A2 هون، واحد واحد راح تعطيني A1 زائد هسه صارن كلهن مجموعة من K يساوي واحد، وهذول حطين كلهن K زائد 2 K زائد 1 AK زائد 2 K زائد 1 AK زائد 1 AK ناقص 1 كله X قوة K بيساوي صفر. كله بيساوي صفر معناته هذا بده يساوي صفر، وهذا ما داخلها بده يساوي صفر. إذا هذا ساوي صفر رح أطلع عندي A2 يساوي ناقص A1 على A على 2، والA1 is an arbitrary constant.
ومن هاي إذا سويتهم بالصفر ديروا بالك يا شباب، هون راح نقول اللي هن الأقل أعلى شيء فيهن كي زائد 2، بعدين راح يروح هذا كله على الطرف الثاني، راح يجيني في إشارة سالب، في عندي كي زائد 1 بالاي كي زائد 1 زائد الاي كي ناقص 1 مقسوما على هذول. الكي طبعا المجموع عندي بيبدأ من الواحد للمالا نهائي، راح يصيروا هيك. وهاي مثل ما قلت لكم أهم شيء عندي recurrence relation، بعوض 1 2 3 مشان أوجد لها كم حد، ودي أكون حذر لأنه هون في شوية شغل الصحيح. طلع هذا الكي 1 راح أطلع 1 2 3 راح يطلع عندي الاي 3، هاي راح تطلع عندي 2، هاي راح تطلع عندي 0، بس الاي 2 أنا طالع عندي هيها بعوضها طبعا وزعوا إذا بتكون تختصر 2 مع 2 راح تطلع 2 على 3 وفي إشارة سالب راح أعوضها، ودخل السالب هون طبعا هناك في سالب راح تصير موجب وهاي راح تصير بصورة. طلعوا الاي 0 is an arbitrary constant the same as اي 1 الصحيح is an arbitrary constant. طبعا يا شباب احنا المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية لازم يكون عندي ثابتين للتكامل، لهالسبب هون لازم يكون عندي، طلعوا هون الفرق نقطتين، هون 2 وهون 1 وهون 1، فراح اعتمد على 2 مش على 1، راح اعتمد على A0 والA1 يعني اللي هن زي C1 وC2 اللي كنا نستخدمها. مثلا المعادلات التفاضلية قبل شوي راح يظهر عندي كان الA0 اللي كنا نحله من الدرجة الأولى فقط، فبدي تنتبهون راح يكون A0 arbitrary constant وA1 is an arbitrary constant. اوكي طيب اذا اخذنا الK يساوي 2 راح تصير هاي 4، هاي راح تصير 3، هاي راح تصير 3، هاي راح تصير 1، هاي راح تصير 4، هاي راح تصير 3، راح تصير هيك. بدخل السوالب راح تصير 3 مع 3 راح تروح، راح تصير ناقص A3 على 4. بدخل السالب هاي راح تصير سالب A2 على 3 ب 4. برجع في أشياء طالع عندي شوي الحسابات شوي بصراحة مش لطيفة. الA3 هي عندي، بدي أجيب هاي الA3 وأحطها هون، واجيب الـ A2 واحطها هون. اوكي شباب اذا حطيتهم سويت الحسابات راح تصير بالصيغة، تأكدوا وراي، حسابات كثير بجوز تكون مزعجة. اذا جمعناهم في اشياء زي بعض يعني زي هذا محاض بروح وراح حصل الشيء هذا. طيب لو اخذنا كمان K بيساوي 3A5 بنفس المنطق وزعنا السوالب واختصرنا الاختصارات راح تطلع زي هيك، جمعناهن مثلا هذا محاض زي بعض راح يروح راح يطلع عندي. اوكي شو اللي حصلنا؟ راح اوجد بس الاي 5 فقط، راح يضل عندي الاي 0 اي 1 هذول arbitrary constant اي اعداد، اي 2 طلع معي بالصوره هاي، اي 3 طلع معي بالصوره هاي، اي 4 طلع معي بالصوره هاي بشكل عام على الفكره، والاي 5 طلع معي بالصوره. الحل كان فرضي للحل راح يكون اي 0 اي 1 بعدين طبعا قاعد بعوض مباشره، بعدين شو راح يجيني الاي 2 بالاكس تربيع بس الاي 2 هيو ناقص اي 1 على 2 فاكتوريال، بعدين الاي 3 بالاكس تكعيب، هاي الاي 3 بالاكس تكعيب هيو طبعا هون برضو مطروح بدي اوزع، ديروا بالكم لانه هذول حدين مع بعض بدي اوزعهم، بعدين راح يجيني اي 0 بالاكس قوه 4 هيو، لانه الاي 4 هذا الحد راح يجيني بالاكس قوه 4، بعدين راح يجيني الحد هذا اللي هو A5 بالX قوة 5 هي. اوكي شباب بطلع الA0 عامل مشترك اللي فيهن A0 بجمعهن مع بعض وطلع عامل مشترك هاي الA0 اوكي شباب فراح يصير اللي فيهن A0 راح يضل عندي 1، بعدين هاي A0 اذا طلعت برا راح يضل عندي ناقص x تكعيب على 3 فاكتوريال، وهاي A0 اذا طلعت راح يضل عندي x قوة 4 على 4 فاكتوريال، وهلم جرى واللي فيهن زائد A1 بطلع راح يضل x، بطلع A1 x تربيع 2 سالب طبعا، A1 برضه بده يضل عندي x تكعيب على 3 فاكتوريال، هاي x قوة 5 على 5 فاكتوريال زائد الى اخره. هذا بصير يمثل عندي زي ال y1 اذا بتتذكروا، وهذا بصير عندي زي ال y2، وكانه عندي
C1 اللي هو A0 في Y1 زائد C2 في Y2. فهذول two fundamental solutions, two linearly independent solutions. هذا Y1 وهذا Y2. إذا استخدمنا الشرط الابتدائي الأول راح يكون صورة الصفر فيه بتساوي 2, وإذا هذا كلهن راح يصيرن أصفار لأن بعوض الـ X بتساوي أصفار يا شباب, وإن إذا بعوض الـ X أصفار بتروح راح أضل عندي الـ A0, فالـ A0 بتساوي 2. بدي أشتقه طبعا. إذا اشتقيته هاي المشتقة صورة الواحد, مشتقة الواحد صفر, مشتقة التاي راح تصير بلا بلا بلا, هون راح تصير مشتقة الـ X 1 بعدين بلا بلا بلا, بعوض الصفر كلهم فيهن إكسات راح صفرين, كلهم فيهن إكسات راح صفرين, راح ضل A1 والA1 برضو معطيني إياه 2 في الA1 راح يطلع. طبعا بتعوضوا شو قيمة الA0 والA2 بطلع معك الحل لا أكثر ولا أقل. طبعا هذول أول أكم حد من الحل عندي فعليا من الجنرال سوليوشن أو اللي هو الحد الصح, مش الجنرال لأنه وجدنا A0 A1 فخلنا نقول الحل المعادل باستخدام الباور سيريز. فالعملية بسيطة إن شاء الله يا شباب, ما فيها شيء إلا أنه نتبع الأشياء لا أكثر ولا أقل. برجع بذكركم هون بالمسألة هاي, برجع إن شاء الله بحللكم إياها بنزلكم إياها. المسألة هاي بدي ننتبه لها اللي هي كانت على يعني هي فكرة جديدة بجوز إحنا حتى كتابنا بجوز مصطرحها المسألة هاي, بس هي فكرة حلوة مش غلط ان نفكر فيها شلون ممكن احل معادلة بتكون الطرف الثاني مش صفر فيها على اليمين باستخدام الباور سيريز. بس طبعا اكيد الاقتران لازم يعطيك اياه على اليمين, هون من الاقترانات المألوفة ان زي الساين او الكوساين او اي تو ذا اكس مشان تعرف التيلر سيريز تاعتها او الباور سيريز تاعتها وتحطها. اوكي الله يعطيكم العافية وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.